بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم جديد أبطالي أبطال الصف الأول على منصة التميز التعليمية مع قسم التربية الإسلامية، ومع حصة جديدة ودرس جديد من دروس القرآن الكريم. سورة اليوم يا أبطالي معانا سورة التكاثر. سورة التكاثر يا أبطالي نتعرف عليها مع بعض. سورة مكية، وقلنا معنى مكية أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام وهو في مكة. عدد آيات سورة التكاثر 8 آيات. في البداية أبطال تعالوا نستمع إلى آيات سورة التكاثر ثم نعود إليكم مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. استمعنا لسورة التكاثر يا أبطالي. نسأل أبطالنا سؤال الحين. سورة التكاثر سورة قلنا مكية ولا سورة مدنية؟ أحسنتم يا أبطال، سورة مكية. طيب ننتقل يا أبطال لمعاني الكلمات أو معاني كلمات سورة التكاثر. الله سبحانه وتعالى بدأ سورة التكاثر بقوله تعالى: ألهاكم. ألهاكم أي شغلكم عن طاعة الله، والتكاثر هو التباهي بكثرة متاع الدنيا. حتى زرتم المقابر أي معنى زرتم المقابر ليست للزيارة وإنما للدفن، أي متتم ودفنتم فيها. كلا سوف تعلمون وعيد من الله سبحانه وتعالى بما سيرونه بعد الموت من الأهوال. ومعنى لترون الجحيم، معنى الجحيم يا أبطال أي النار، والجحيم هو اسم من أسماء نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. طيب المعنى الإجمالي يا أبطال، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد شغلكم أيها الناس حب الدنيا ونعيمها عن طلب الآخرة، حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر فدفنتم فيها وصرتم من أهلها. طيب بترشدنا الآيات يا أبطال إلى أن المؤمن يكثر من الطاعات حتى يظفر برضاء الله، وأيضا المؤمن يشكر الله على نعمه الكثيرة. يبقى المؤمن بيكثر من الطاعات ويكثر من الشكر لله تعالى على نعمه. تعالوا يا أبطال نردد مع بعض آيات سورة التكاثر لنحفظها. هيا نردد معا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. نقرأ الآية الأولى والثانية مع بعض.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أي رقم 3. كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون. نقرأ أول 3 مع بعض. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. آية رقم 4. ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. نقرأ الأربعيات الأولى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نقرأ من آية 1-6. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. آية رقم 7. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نقرأ السورة كلها مرة واحدة يا أبطال. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم،
ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حين أبطال نروح نستمع لتفسير سورة التكاثر ثم نعود إليكم مرة ثانية. قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلام قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي في كل الأوقات، لا أنسى قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أصدقائي، هل نحن من الأشخاص الذين انشغلوا باللعب وجمع المال والاستمتاع في الحياة ولم نعمل للأعمال الصالحة استعدادا للآخرة؟ فالله تعالى هنا يقول لنا: هل ألهتنا الحياة واللعب؟ وهل سنبقى هكذا حتى يأتينا الموت؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. يتوعد الله هنا الكفار وعيدا شديدا ويقول لهم: إذا لم تعملوا الأعمال الصالحة وكانت سيئاتكم كثيرة جدا ولم تستغفروا وتتوبوا لله وتؤمنوا به ومتم وأنتم على طريق الكفر، فسوف يعذبكم الله بالنار يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وسوف يسألكم الله تعالى: هل شكرتموه على كل النعم التي أنعمها عليكم في الدنيا؟ من الصحة والأمن والرزق وغيرها، وبماذا قابلتم هذه النعم؟ إذن علينا أن نستعد ليوم القيامة يا أصدقائي بالأعمال الصالحة، ونحاول دوما أن تكون أعمالنا الحسنة أكثر من السيئة، وأن نستغفر الله تعالى إذا أخطأنا، وأن لا نضيع أوقاتنا باللعب الزائد عن الحد وجمع المال وغير ذلك. علينا أن نستغل أوقاتنا بعمل أشياء مفيدة حتى يرضى الله تعالى عنا ويرانا ويحبنا ويحدث الملائكة عنا في السماء ويدخلنا الجنة بإذن الله. كده أبطال نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.